مرحبا، تحية طيبة لكم جميعا. واليوم موضوعنا دردشة بسيطة عن الشطرنج. واعتقد اي مهتم في الشطرنج تعجبه هذا النوع من الدردشة. الشطرنج تعتبر من اقدم الهوايات اللي أعجب فيها البشر وافتتن بها البشر، ومارسوها على كل العصور. في اللي يقول أن منشأها من الهند أو من بلاد فارس، ونقلها العرب إلى أوروبا وأضاف عليها الأوروبيين وجعلوها كما هي عليها الآن. اليوم خطر بالي موضوع مثلا مثل كارباف كورشنوي، في تاريخ جميل بين هاللاعبين، لأن بالاتحاد السوفيتي أو السوفيت اعتنوا بالشطرنج بشكل كبير. يعني كان من ضمن نظامهم، أعتقد حتى مذكور بالدستور عندهم، يعني شيء شرعي. لينين نفسه كان لاعب متميز في الشطرنج، وهو اللي كان له المبادرة في إدخال لعبة الشطرنج في برامج التربية في المدارس. وكانت الحكومة في الاتحاد السوفيتي تخص لاعبي الشطرنج المصنفين والأصحاب الألقاب، تعطيهم تقدير كبير، تعطيهم مكافآت مالية تعتبر كبيرة بالنسبة للسوفيت في ذلك الوقت. وكان كل مواطن يتمنى انه يوصل لمرتبة في الشطرنج فحياته كلها تتغير. الاتحاد السوفيتي للشطرنج نفسه يعتبر في ذاك الوقت هو اضخم اتحاد من نوعه في العالم. يعني في احدى الفترات كان يضم الاتحاد السوفيتي للشطرنج يضم 5 ملايين عضو عامل. تخيلوا معاي هذا الكم الهائل، 5 ملايين عضو عامل في اتحاد شطرنج لدولة، اضخم اتحاد. لما تقارن مثلا مع عدد اللاعبين اللي كانوا مثلا في الولايات المتحدة اللي يلعبون، كل اللاعبين عددهم ما يصل في ذاك الوقت إلى 50,000 لاعب، لكن في الاتحاد السوفيتي كان عدد اللي عضو عامل في الاتحاد السوفيتي للشطرنج يتعدون 5 ملايين عضو عامل أو لاعب شطرنج. ومن ضمن طبعا هال5 ملايين أبطال العالم اللي تعاقبوا على تربوا على عرش بطولة العالم من الحرب العالمية الثانية مثلا، ما أتذكر عددهم، يمكن 7 ولا 6، كلهم كانوا من السوفيت. ولما صار لنا مباراة الكارباف كورشنوي كانت كارثة بالنسبة لهم، كارثة وطنية بالنسبة للاتحاد السوفيتي. كان مجرد ان فيكتور كورشنوي وهو المنافس لكارباف على بطولة العالم، هذا الامر كان امر في غاية الصعوبة والتعقيد بالنسبة للاتحاد السوفيتي. طبعا كورشنوي ايضا روسي وهو من مواليد لينينغراد، لكن كان عنده مشاكل مع الاتحاد السوفيتي. وكان كورشنوي اكبر من كارباف بحوالي 20 سنة، ف
سبب مشكلة لي أو صداع للاتحاد السوفيتي، مو لاتحاد الشطرنج السوفيتي، لكن الاتحاد السوفيتي كحكومة وكدولة أصبح كابوس بالنسبة لي، خلينا نقول منظمة الشطرنج السوفيتية كابوس قاعد على صدورهم، لأن كل ما يلعب كان يفوز ويحقق انتصارات على أفضل لاعبين السوفيت في ذلك الوقت، وأيضا وصل إلى النهائي بحيث أنه يقابل كاربوف. طبعا لما بعد ما أخذ اللجوء السياسي كورشنوي في السابق كان لعب مبارتين لتحدي بطل العالم كاربوف مرتين سنة 74 وأظن 78 74 78 بالضبط، وفي البطولتين فاز فيهم كاربوف لكن فوز بشق الأنفس، يعني حتى أن كورشنوي كان متأذي نفسيا ويعتقد أنه يحاربونه ويستخدمون ضده وسائل كثيرة، وأعتقد كلامه صحيح. ورغم هذا بشق الأنفس قدر كاربوف أنه يفوز على كورشنوي بفارق لا يكاد يذكر، يعني فارق ضئيل جدا. فلما وصل كورشنوي إلى مرحلة تحدي بطل العالم بعد ما لعب عدد كبير من المباريات ومباريات التصفيات الصعبة أمام أفضل اللاعبين واللي كان يساعدهم وراهم منظمة الشطرنج السوفيتية، لكن استطاع كورشنوي يعني يتغلب عليهم كلهم وعاد لتحدي كاربوف من جديد في مباراة حطوا وأعتقد الجائزة المالية لها 800,000 فرنك سويسري، 850 للفائز 300,000 للخاسر. لكن يعني حتى في هذه البطولة كان واضح للجميع أن الاتحاد السوفيتي لجأ لكل وسيلة ممكنة وغير ممكنة حتى لا ينتصر كورشنوي على كاربوف. ويمكن أشهر شيء سووه موضوع الرهائن، يعني السوفيت يعني لما كورشنوي طلع من الاتحاد السوفيتي وراح عاش في سويسرا كانت زوجته وولده موجودين في الاتحاد السوفيتي، وكان هو يتوقع انه حسب معاهدات او امور معينة انه زوجته وولده يقدرون يطلعون من الاتحاد السوفيتي، في معاهدات وقعوها الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت ان المواطنين من حقهم انه يهاجرون، لكن منعت السلطات الروسية أو السوفيتية ابنه وزوجته أن يسافرون، وبالعكس ولده بعثوا إلى معسكر عمل في سيبيريا، يعني نفي. وهذا الأمر كان نفسيا جدا متعب لكورشنوي، كان في ذاك الوقت يعني هو يحاول دائما انه يخلي ولده وزوجته يطلعون، وكان يواجه صعوبة، وكانت اشاعات تطلع، مرة تلقى نفسيته فوق مرة نفسيته تنزل لتحت، لكن ما قدر انه يطلع ابنه وزوجته من الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت. ايضا من الامور الغريبة اللي تكلم عنها كورشنوي ان خلال البطولة، البطولة اللي بعد ما هاجر يعني قبل لا يلجأ الى سويسرا، البطولة اللي قبلها كورشنوي كان يعاني نفسيا، فكان من الأشياء اللي قالها أنه حطوا واحد اختصاصي روسي بعلم التخاطر الباراسايكولوجي واسمه إذا ماني غلطان فلاديمير زوخر أو زوخر أي زوخر شيء يعني بهالاسم. كان هذا الاختصاصي الروسي
في كراسي المشاهدين موجود بأول كراسي، وطوال المباريات كان يحدق ينظر إلى عيني كورتشنوي وبطريقة غريبة. هذا الأمر أثر على كورتشنوي، أعتقد في هذه البطولة بعد عدة مباريات كان يلبس نظارة عاكسة أثناء المباريات، كان يتصور أن عند هذا الاختصاصي الروسي فلاديمير زوخر عنده قوة خارقة تقضي على يعني أو تأثر على تشوش على فكر أي إنسان. فتعرض كورتشنوي إلى أمور كثيرة، حرب نفسية بشكل كبير في محاولة للتأثير عليه، وطبعا بالأخير كورتشنوي ما قدر يفوز بالبطولة، يعني ما قدر يتفوق على كارباف. وكان كورتشنوي عليه انه يعني يسعى جاهدا انه يأمن حياته يعني ويأمن معيشته، لانه كان اي بطولة يشارك فيها كان الاتحاد السوفيتي يمنع اللاعبين السوفيت انه يشاركون فيها، يعني مقاطعة تامة. وكانت او هذه الطريقة اللي استخدموها في هذا الاختصاصي النفسي زوخار من الاساليب الغريبة. فالكل كان متصور انه حتى في ميرانو البطولة القادمة اللي راح تصير بعد ما خلاص طلب حق اللجوء السياسي وعاش بسويسرا، توقعوا انها تصير امور مقاربة او نفس هالامور، ان الاتحاد السوفيتي ما راح يخلي كورشنوي يفوز على كاربوف وراح يسعى بكل الطرق لايقافه. فكورشنوي من الاشياء اللي عملها ان طلب في حق البطوله هذه على بطوله العالم مع كاربوف، طلب انه يحطون امامه أو بينه وبين الجمهور حاجز زجاجي مضاد للرصاص، وهدفه إنه يعني إنه يصد أي تأثير تنويم مغناطيسي أو تأثير الباراسايكولوجي اللي ممكن يستخدمونه السوفيت. ولكن يعني الأمر طلب مثل هذا يبدو طلب غريب يعني بالنسبة للعبة الشطرنج يعني. طبعا اعتقد ما وافقوا على موضوع الحاجز الزجاجي ولم يطبق، لكن هذا يبين لك الشطرنج ومدى تأثير الشطرنج، وان الشطرنج هذه اللعبة العقلية النشاط الذهني العميق، وأيضا سحر هذه اللعبة اللي افتنت ناس بالتاريخ أو على مدى التاريخ. حتى بالشطرنج يعني من بدايته ونشأته دائما في حيل، يعني مو حيل داخل الرقعة بس، في كثير من حالات الغش المفضوح يعني عشان يفوزون في المباريات. يعني بوريس باسكي بطل عالم سابق قال كلمة ان الشطرنج هو كالحياة، لكن الامريكي بطل عالم روبرت جيمس فيشر قال لا، الشطرنج ليست كالحياة، انما الشطرنج هي الحياة. شيء مثير في هذه اللعبة، شيء يثير مشاعر اللاعبين وحاسيسهم. لعبة اللي ما يعرفها يعتقد أنها سهلة في الظاهر، جيشين أسود وأبيض، كل جيش فيه 16 قطعة، 64 مربع، ممكن نعلمها حق ولد صغير ويتعلمها. لكن في الحقيقة هي والواقع أن هذه لعبة فيها تعقيد كبير،
مسألة مو مسألة حظ، ما فيها حظ، ليس الحظ دور في لعبة الشطرنج، إنما هي مقدرة عقلية عند لاعب متمكن موهوب، يكون عنده تعقيدات ومناورات كثيرة في رقعة شطرنج، حكم على الموقع، على الوضع، تقييم الوضع، تصور وخيال لما يمكن أن يحدث. طبعا ما يعني هذا أن غير الموهوب تماما أن ما ينجح، لا، هي تحتاج إلى جهد، وجهد مضاعف ومضني وعمل مستمر. يعني حتى عدد نقلات شطرنج يعني احتاروا فيها، يعني كم في المباراة الواحدة، اتضح ان العدد اكثر من انه يتصوره او يتخيله انسان. ما في احد قدر يحدد العدد الصحيح للنقلات الممكنة في مباراة واحدة بس. يعني في باحث يقول ان حسب كم عدد النقلات، وكان الرقم اللي قدمه مهول، الرقم اللي قال عنه انه واحد، وامام الواحد 120 صفر، يعني رقم ولا بالخيال. في شخص باحث اخر يعني قالها بطريقة غريبة، قال ان عدد نقلات الشطرنج في مباراة واحدة من هالمباريات، مثلا خلنا ناخذ مباراة كاربوف كارسنوي ولا سباسكي فيشر، يقول عدد الاحتمالات قد يكون مساويا لعدد ذرات في الكون. يعني الاحتمالات فعلا هي متوالية حسابية لا يمكن حسابها. يعني اغلب اللاعبين الشطرنج لهم ميزة ان عندهم ذاكرة على مستوى عالي، لما يشوفون مصاعب كل لعبة وتعقيداتها والحسابات والمناورات، وغالبا تيهم هذه الذاكرة من التدريب المستمر والممارسة المستمرة للشطرنج، فتصبح ذاكرتهم قوية. مثلا بوبي فيشر يقولون عنه أنه يتذكر كل نقلة نقلها في كل مباراة لعبها. ما أدري إذا كان هذا الكلام صحيح، لكن هكذا يقال عن بوبي فيشر. واضح أنه يعني يقولون من خلال التجربة أنه دائما يتذكر نقلات مبارياته كلها. بلاكبيرن، جوزيف بلاكبيرن أو هنري بلاكبيرن، ما ذكر الاسم، بس بلاكبيرن هو كان لاعب من اللاعبين العظماء الإنجليز بالقرن 19، في مباراة وهو قاعد يلعب المباراة، وكان في ذاك الوقت يعني يعلنون إذا تبي تعطي كشمات تعلن كم نقلة. في إحدى المباريات أعلن إنه سيفوز على خصمه بعد 16 نقلة بالضبط، انه راح يعطي كشمات بعد 16 نقلة بالضبط، وهذا فعلا حصل. بعد 16 نقلة عطى خصمه كشمات، عدد كبير من النقلات 16 نقلة. لكن اللي راح تستغربون له اكثر انه هذه المباراة اللي قال فيها انه راح أعطيك كشمات بعد 16 نقلة كان يلعبها وهو معصوب العينين، يعني ما قاعد يشوف الرقعة، مجرد بخياله. إذن الشطرنج مو لعبة، ليست لعبة بس ذكاء وموهبة وحواس مثلا، لا، أيضا العامل السايكولوجي فيها، فرد ضد فرد، شخص ضد فرد، شخص ضد شخص. عامل السايكولوجي يلعب دور كبير، والعامل النفسي أيضا يلعب دور كبير. يعني كثير من اللاعبين مثلا بعد المباراة، بعد خسارة المباراة، ينهار
دموع وبكاء، بعضهم يصارخ. في بعض اللاعبين يعني بعد ما خسروا مباريات جتهم حالة اكتئاب، وبعضهم ترك اللعبة خلاص، يعني من أبطال عالميين كانوا. يعني من الأمور النوادر اللي تقال إنه كان في مباراة بالدنمارك، اللاعب بعد ما خصمه غلبه، يعني هو خسر المباراة ومات الملك. فيقولون إن هذا اللاعب بعد ما صار الليل دخل إلى قاعة المباريات، وراح ويعيب معاه مثل منشار صغير، وقطع رؤوس كل الملوك اللي بالرقعة اللي يعني يمكن 100 رقعة فيها 200 لاعب مثلا بطولة، قطع رؤوس 100 ملك بالشطرنج يعني. ففي نوادر. آرون نمزوفيتش اللي صاحب كتاب ماي سيستم أو أسلوبي، أو من أروع كتب الشطرنج بالتاريخ، يعني في مباراة خسرها، فيقولون نط بسرعة ورمى كل القطع وقام يصارخ أنا أخسر من هذا الغبي. فالشطرنج غريب، والمشاعر والأحاسيس فيه كبيرة جدا، والتوتر العصبي ممكن يكون موجود، والحزن والاكتئاب والفرح والهوس، كل هذا يكون موجود في لعبة الشطرنج. حتى لو لاعب صغير يلعب شطرنج فيه توتر، الشطرنج يحتاج تركيز عالي، يحتاج ان هدوء، ولكن الى درجة معينة يعني. يعني ويحتاج دراسة عميقة ومطولة. أحيانا في مباريات، يعني أيضا يقال عن برونشتاين، وهو واحد من أشهر اللاعبين السوفيت بعد، أفتكر الخمسينات أو الأربعينات أو الستينات، يعني هم من النوادر أن النقلة الأولى أخذ فيها 50 دقيقة حتى يلعب النقلة الأولى فقط. فلو نبحث عن نوادر، وإن شاء الله يمكن نسوي حلقة عن النوادر، في أشياء كثيرة. على العموم هذه دردشة، إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله يكون فادتكم بعض المعلومات أو بعض الطرف أو بعض الأمور الغريبة اللي في الشطرنج، وخاصة في السابق كان الشطرنج والسياسة يعني مو بعد عن بعض. شكرا، شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله. وما يمنع إذا كان في لايك ولا سبسكرايب لضمان استمرار هذه القناة. شكرا ومع السلامة.